مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي الكرام في قناتي في اليوتيوب. هذه الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل القدوم إلى بريطانيا. كاين عفايس لازم تعرفهم قبل ما تجي لبريطانيا، وباش الناس اللي حتستقر في بريطانيا، حاجة الأولى لازم تكون أنت عندك مهنة محترف. المهنة هذه علاش قلت لك مهنة محترف؟ لأنه كاين اللي يقول لك أنا نخنتش ميكانيك، كاين اللي يقول لك نخنتش بنيان، كاين اللي يقول لك نعرف شوية كذا. لا لا خويا، لازم تكون تعرف هذيك الحاجة، تتقنها بإتقان كبير، لخاطرش كي تجي لهنا ما يعترفش بالشهادة، هو يعترف فقط يدير لك تيست، يدير لك اختبار. الاختبار هذا هو اللي راح يخليك اسكو تنجح ولا ما تنجحش. ما عدا ذلك ما حش يشوفوا فيك، ولا يقول لك بلي هذا وماشي هذا. يعني حاجة الأولى لازم يكون عندك ميتي مليح. حاجة الدوزيام دراهم يساعدوك بزاف. راح تقولي علاش دراهم؟ دراهم لخاطرش انت كي تجي لهنايا، راح هاي هاو ار يو؟ هلو ثانكس ام جود هاي هلو ثانكس يوتيوب يس ام فيمس ثانكس. لا شوف، الحاجة الثانية اللي لازم داني تعرفوها ثاني انه شوف، والله ما تقدر دير فيديو برا، والله العلي العظيم ما نقدر ندير فيديو برا. علاش ما نحبش ندير لي فيديو في الشارع؟ خاص ما يخلوكش مي، معليش معليش ما يخليكش تركز، والله ما يخلوني نركز. قلت لك الاشياء اللي حكيت على الخدمه، المهنه اللي لازم تكون تعرفها. الحاجه المال، علاش نقول لكم دراهم؟ لاخاطرش كي تجي لهنا نتايا ما راحش تلقى الخدمه سور بلاص، ولا راح تلقى دراهم سور بلاص. يعني راح تحتاج الى وقت، مده معينه من الزمن باش تلقى تلقى العمل، ولا تلقى خدمه اعتدالات مره اخرى. اسمع، تحتاج الى وقت، راح تصرف ممكن دراهم. علاش تقول لي يا خو بريطانيا فيها الخدمه؟ صح بريطانيا فيها الخدمه، بصح كل انسان واش كتب له ربي. كاين عباد تلقاو خدمه في يومين، كاين عباد تلقاو خدمه في شهرين، كاين عباد تلقاو خدمه في 15 يوم. واش معناتها؟ معناتها ماشي كي تجي لهنا تلقى خدمه في بلاصه. يعني انت باش تمول روحك المده هذيك اللي تلقى فيها خدمه، لازمك دراهم بزاف، لازمك مال باش تسير الفتره تاعك الاولى كبدايه، لانه البدايه قلت لكم دائما ما تكون صعبه. المال عنصر اساسي في الاستقرار في بريطانيا. الحاجه الاخرى اللغه ماشي عنصر اساسي، ولكن السلاح يفيدك بزاف، السلاح يفيدك ويفيدك بالبزاف باش تساعدك هنا في بريطانيا. يعني اللغه عنصر اساسي مهم شويه، حاجه مهمه. بعد العمل، المهنه، واحد يقول لي شهادات ما عندك ما دير بها شهادات. قلت لك هنا في بريطانيا ما يعترفوش بالشهادات، يديروا لك اختبار فقط، ما يعترفوش بالشهادات. بعد المهنه والمال، المهنه والمال واللغه ايضا. استغفر الله العلي العظيم، تلفت لي بليس ان شاء الله. كاينه ثاني حاجه لازم تعرفوها كي تجوا لبريطانيا، انه كاين العلاج هنايا، العلاج ما تقدرش تعالج نفسك. يعني كي تكون انت عندك مرض ما تحتاج الى طبيب في كل مره، ولا تتعالج في كل مره في المستشفيات، هذه من بين السلبيات تاع بريطانيا. لازمك شي واحد يحطك باللي انت هيا، يحطك زعما يحطك هو، يعني هو يتكفل بك في المستشفيات. يعني ما تقدرش، الا عندك مرض مزمن ولا مرض لازم تعالجه، بريطانيا من بين السلبيات انك ما تقدرش تعالجه. حتى تشري الدواء لازمك فاتوره، لازمك شي واحد يشريها لك. ولكن هذا ماشي معناتها كي نقول لكم كاين ناس يقول لك ميزيريه ما جاش فيها دي كاع، لانه كاين جزائريين عندهم جنسيات وعندهم بطاقه، عندهم اقامه، يقدر يديك ويتكفل بك وانت تخلص دراهم بطريقه عاديه جدا. يعني العلاج في بريطانيا صعب للشخص اللي عنده طبعا اللي عنده فيزا سياحيه كيما انا مثلا. باش ما يقولش بلي عندي لي بابي كذا، هذه الاشياء اللي لازم تعرفها كي تجي لبريطانيا. الجو تاع بريطانيا صعيب بزاف، حتى الاشخاص العرب هنا صعب بزاف، الجو صعيب. راح تلقى الناس البريطانيين ودودين من جهه، وكاين ناس يقول لك عنصريين من جهه، كل واحد وكيفاش يحكي لك. بالمناسبة خوتي، راني في أكبر مكتبة في العالم، هذه راني في أكبر مكتبة في العالم موجودة في بريطانيا.
ما عليناش باش نكملوا الموضوع تاعنا. هذه هي الاشياء اللي لازم تعرفها حتى العمل. وكاين ثلاث اشياء يقول لك ما تصدقهمش في بريطانيا، هو العمل، النساء، والجو. الجو هنا د العفيس ما يتمنوش في بريطانيا بطريقه عجيبه جدا، يعني ما يتمنوش. وهذه هي سنه الحياه. في نهايه المطاف بريطانيا حبيت ولا كرهت مليحه خير من ما دير والو وتستفادوا، يعني كاين فائده كبيره. لهذا تبقى كل امكانيات متوفره، الميزيريات تلقاها، الدراهم تلقاهم، تلقى كلش، تلقى الايجابيات وكاع السلبيات، بالايجابيات والسلبيات. المهم كي نجي انا المدينه ولا ندخل لا فيل يصرى المشكل هذا تاع التركيز. نفقد التركيز صراحه مع الناس اللي دايرين بك اكسيتيرا، والاجواء كونسونطراسيون تروح لي. ولا نخمم نعاود الفيديو ولا ملاح ديرو نورمال. المهم راه يستفادوا خلاص والله. المهم شكرا للمتابعه، ان شاء الله نتلاقاو في فرصه اخرى. ما لقيتو الفيديو ما عجبنيش.